الرئيس السيسي في برلين للمشاركة باجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا. رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من انهيار البلاد ويجدد تمسكه بالحرير لرئاسة الحكومة. رئيس الوزراء اليمني يصل إلى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض. الثانية ظهرا 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا. وأفادت مفادة إكسترا نيوز إلى برلين بأن الرئيس السيسي قد التقى رجال أعمال وممثلي كبرى الشركات الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن مسار التكليف والتأليف للحكومة الجديدة في حالة جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، مجددا تمسكه بالحرير لرئاسة الحكومة. وحذر بري من أن لبنان بلغ حدودا خطيرة للغاية يجب تداركها في أسرع وقت تفاديا للانهيار على نحو يقتضي التوقف عن سياسة التحديات من قبل الجميع. وأضاف بري أن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية والتي تعيشها البلاد. قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن اتفاق الرياض ليس انتصارا للحكومة وإنما للشعب، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الآن هو توفير الخدمات للمواطنين. وأضاف عقب وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لما ورد في اتفاق الرياض أن عدن هي العاصمة السياسية للبلاد. قرر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح تعيين جابر المبارك أحمد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير اعتذر هذا، وقد أعفى أمير الكويت وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال. وكلف وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمله، كما كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بتصريف شؤون وزارة الداخلية. قالت موسكو إنه قد تكون هناك قوى خارجية وراء تدهور الأوضاع في إيران. هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية إن سفارة الروسية في طهران لم تتلقى أي معلومات حول تعرض مواطنين روس إلى إصابات في الاحتجاجات الإيرانية. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.